سيدة مجروحة؟ ايه جرالك؟ ايه جرالك؟ ايه اللي غير فجأة حالك؟ ما كنت طول اليوم معايا ملهوف عشان تكسب رضايا، الوقت جاي في النهاية تعتذر لي بانشغالك؟ ايه جرالك؟ ايه اللي غير فجأة حالك؟ يمكن انت قسيت علي عشان بحبك، يمكن الشوق اللي عندي قسى قلبك، ولا اخلاصي ووفائي ما كانش عاجبك واصبحوا فوق احتمالك. ايه جرالك؟ ايه اللي غير فجأة حالك؟ شوف كده، شوف كده، لا تكون لقيت لك حد تاني من بعد عمري ما ضاع في حبك خد مكاني. ما بقيتش تسأل عن غيابي ولو ثواني، ولا حتى بخطر يوم في بالك. ايه جرالك؟ ايه اللي غير فجأة حالك؟ روح لها، روح لها واتدف في غشك وكذبك، وقول لها انه ليها مكان في قلبك، واخترع اجمل حكاية عشان تحبك، وخليها دايما محتاجالك. ايه جرالك؟ ايه جرالك؟ ايه اللي غير فجأة حالك؟ هتسيبها برضو وتنتهي بنفس الحكاية، وحتقول لها كل اللي قلته زمان معايا، وحتبكي ليها وبالأسف تنهي الحكاية، وكله من